بيجوا في الشهر مرة أو مرتين. لما بيجوا بيخلوا المنطقة، ممنوع تتحرك، ممنوع تروح، ممنوع تيجي، حتى لو كنت خارج بيتك ممنوع تدخل. كانوا يجوا يخلوا البيت عندنا ويقعدوا هم بدالنا. اليوم تقريبا صاروا يطلعوا على الأسطح العالية وما يدخلوا البيوت بعد شكوى للارتباط العسكري. طبعا تعودنا عليهم، شينا أصغر من 20 سنة النهين، يعني تعودنا عليهم خلاص. يوم بيجي اليهود خلاص مسد الشباب يجي. عمان عندي ولد صغير في الصف السادس، بخاف عليه يتطلطل صغير، يعني بتاي ينام أمن عليه بفوت أنام، يعني بخاف إن البنات يفوت الحشاكي ضوين مرة كبيرة بتفوت تضوي الحمام ولا المطبخ ولا اليهود بخافوا حدا وقف على الشباك. عدة ناس قتلوهم هنا. بكون دائما براقب إنه مين بطل من الشباك، طبعا بخافوا من حدا يكون عامل لهم كمين أو إشي. وصلنا أي معلومات عن وجود صلاة ليلية للمستوطنين في قبر يوسف؟ أي حدا فينا رح يعرف إنها رح تكون ليلة عصيبة وليلة عمل بدون توقف؟ نتعامل مع مصابين في الشوارع موجودين في أماكن المواجهات، بالإضافة أيضا لعدد من الأهالي والسكان المنطقة الموجودين في البيوت اللي بدخل عليهم الغاز المسيل للدموع، وبالإضافة لأنه منواجه صعوبة حتى في حال وجود حالة مرضية موجودة في المنطقة المحاصرة أو المنطقة اللي تم فيها المنطقة القريبة على منطقة القبر. شو بدك يعني الشباب فايعة وحميان وشيش محرومينه؟ يعني لو روحت على القدس يشتغلوا ولا في هنا شغل متوفر يا يما ولا شي بدك؟ والله الأقصى إلي أشتغل من 10 سنين 12 سنة ما فتته كمسلم، وإلي أماكن مقدسة زي ما بتسمع لليهود يفوتوا ويزوروا أماكنهم المقدسة، وبفوت وبصلي وبحماية. فإحنا ممنوع نروح لا بحماية ولا بدون حماية، ممنوع نروح نزور الأماكن المقدسة تاعتنا. فبعرفش المفارقة هاي يعني كي وانت بدأت انت. ليش انت تيجي تحبسني مشان انت تصلي؟ ليش تيجي تحبسني مشان انت تصلي؟